بشأن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان نائب مسؤول قسم الثقافة والإعلام في هيئة علماء المسلمين الأستاذ حارث الأزدي. أستاذ حارث، بداية مرحبا بكم. يعني 16 حالة قتل و318 معتقلا في 65 حملة دهم معلنة في العراق الشهر الماضي، يعني ما تعليقك على هذه الأرقام؟ حقيقة زيادة وتيرة الاعتقالات في العراق مردها إلى أن الأزمة متفاقمة وتعصف بهذه الحكومة، فهي تسعى إلى تكميم أفواه الناس والتضييق عليهم. وهذه الحكومات حكومات الاحتلال ومنها حكومة العبادي، العراق كله واقع منذ 2003 إلى اليوم واقع تحت وطأة الاحتلال، الاعتقال والاختطاف والتهجير القسري والنزوح وما إلى ذلك من مفردات جاءت بها هذه العملية السياسية تحت لافتة توزيع الديمقراطية أو التداول السلمي للسلطة، وما هي إلا خدعة كبيرة. نسق الاعتقالات أخي العزيز متصاعد، والقصد منه فرض الأمر الواقع وإسكات الصوت الرافض لوجود هذه العصابات التي لبست مع شديد الأسى والأسف ثوب الأجهزة الأمنية زورا وبهتانا. البيانات التي تصدرها هيئة علماء المسلمين لو استعرضناها وجعلناها في مخطط بياني لوجدت أن هذا الرصد وفق البيانات الرسمية، يعني ليس الاعتقالات العشوائية ولا غيرها المعترف فيه من قبل الحكومة، إنما يراد منه إحكام القبضة على حريات العراقيين، وهو مخطط كبير قد يبدو إحدى أدواته هذه الاعتقالات التي تطال الأبرياء، علما أن البيانات تؤكد أن عمليات الاعتقال تصاحبها أيضا عمليات قتل. نعم بالتأكيد، ولكن يعني أيضا ما ذكر في البيان، يعني بيان الهيئة قال إن الإحصائية اعتمدت على ما هو معلن، هل هذا يعني أن الأرقام يمكن أن تتخطى ما ذكر في البيان؟ الأرقام تتخطى هذا البيان بكثير، وهذا هو المعلن، يعني بمعنى من فم الحكومة أدينها، بمعنى أن هذه العمليات عمليات الاعتقال التي تجري في مدار كل يوم في مدار كل ساعة تطال عراقيين أبرياء، هناك عراقيون أيضا مختطفون ومعتقلون وتجري عليهم هذه الانتهاكات، لكن لا أحد يعلم بهم إلا يعني ذوهم. ما النقطة وما الغاية من استمرار هذه الانتهاكات حتى اللحظة؟ يعني ذكرت أن الغاية من هذه الاعتقالات هو فرض الأمر الواقع ويعني التضييق على الناس وتكميم الأصوات، أي صوت رافض من الممكن أن يكون تحت وطأة الاعتقال، يراد من الناس أن يعني تنفذ ما يراد منها وهي ساكتة. ولذلك لو استعرضت البيان اليوم لوجدت أن محافظة ديالى هي الأولى في عمليات الاعتقال، ومحافظة ديالى لها خصوصية كبيرة حيث أنها خاصرة العراق، ويراد لها أن تكون الخاصرة الرخوة التي من خلالها تدخل تتوغل إيران وتتغول أكثر مما يعني يجري اليوم على واقع الحال. وبالتالي أستاذ حارث، يعني بتقديرك ما الذي ينبغي فعله لوضع حد لهذه الانتهاكات؟ هذه الأصوات وهذه البيانات وهذه يعني الصرخات المدوية في وجه من يدعون أنهم جاءوا من أجل الإنسانية وأنهم يعني من يرعى حقوق الإنسان، هذه الأرقام يعني تكون وصمة عار في وجوههم. ولذلك يجب إعلاء الصوت على أن معتقلين أبرياء قابعين في السجون ومغيبين يجري عليهم انتهاكات صارخة، فلذلك يجب أن توثق هذه الجرائم وتدول وتكون يكون من ينتهكها تحت طائلة القانون. شكرا لك أستاذ حارث الأزدي، نائب مسؤول قسم الثقافة والإعلام في هيئة علماء المسلمين.